السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال في غاية الأهمية، هل أي طفل يموت قبل أن يبلغ الحلم هل هو من أهل الجنة؟ والجواب أن كل طفل إذا مات قبل أن يبلغ الحلم فهو يقينا إن شاء الله من أهل الجنة. طب ده بالنسبة للأطفال المسلمين؟ أي نعم، بالنسبة للأطفال المسلمين إجماع بين أهل العلم أن الطفل المسلم إذا مات قبل أن يبلغ الحلم فهو من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه لم يجر عليه القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: رفع القلم عن ثلاثة، كان من بينها وعن الصبي حتى يشب، وفي رواية وعن الصبي حتى يحتلم. يبقى إذن الطفل الصغير إذا لم يبلغ وإذا لم يحتلم ففي تلك الحالة لم يجر عليه القلم، فلو مات قبل أن يحتلم فهو إن شاء الله من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب لو كان من أهل الجنة أين يكون في الجنة أطفال المسلمين؟ ورد في الحديث الصحيح العجيب وهو من أعجب وأجمل ما قرأت في حياتي، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يرعاهم أو يكفلهم إبراهيم عليه السلام وسارة عليه السلام حتى يردوهم إلى آبائهم يوم القيامة، أي حتى يجمعهم الله عز وجل بآبائهم وأمهاتهم يوم القيامة إذا كانوا من أهل الجنة. ولذا قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله أكبر. طب وفضل الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس: إذا كان الولد من أهل الجنة والوالد من أهل الجنة فكان الولد في درجة والأب في درجة أخرى، فإن الله عز وجل يرفع الذي في الدرجة الأدنى إلى الذي في الدرجة الأعلى حتى لا يظلم الذي في أعلى وينزل إلى الأدنى. فهذا من كمال رحمة الله وجوده سبحانه وتعالى وكرمه الذي لا ينتهي أبدا وعطاياه التي لا تنتهي أبدا سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى إذن يكونون في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة. طيب يا جماعة، طيب الطفل بقى اللي هو أبوه نصراني أو يهودي أو مشرك أو هندوسي أو غير ذلك ومات قبل أن يبلغ هل هو من أهل الجنة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولكن رجح الإمام النووي ونقل ترجيح الكثير من أهل العلم بأن أيضا الطفل الذي والده نصراني أو يهودي أو مجوسي أو غير ذلك بأنه أيضا إذا مات الطفل قبل أن يبلغ فإنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. فالطفل إذا لم يبلغ فهو على الإسلام حتى وإن كان أبوه نصراني أو يهودي أو مجوسي أو غير ذلك، نعم يظل الطفل على الإسلام. فإذا كبر ذلك الطفل فأبواه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. يبقى إذن بالمجموع بين تلك الأحاديث كلها فكل طفل سواء كان والده مسلما أو غير مسلم فإنه إذا مات قبل أن يبلغ الحلم فإنه من أهل الجنة ويكون في جبل في الجنة يرعاه إبراهيم عليه السلام وسارة حتى يجمعه الله عز وجل بأهله في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي أولادكم وأن يجمعنا نحن وأنتم وأولادنا جميعا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.